السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ معاكم عمرو. النهاردة فيديو جديد ان شاء الله، هنتكلم عن موبايل جديد من شركة اوبو. الموبايل ده هو موبايل A92. السنة اللي فاتت شركة اوبو اطلقت موبايل A9 2020، والموبايل ده كان فيه ناس كتير رهنت على فشله، ولكن الموبايل كان عمل اعلى مبيعات وخلى شركة اوبو تتصدر في المبيعات وتبقى رقم واحد في السوق المصري، وده بفضل الموبايل ده. والسنة دي شركة اوبو عملت موبايل جديد هو A92، وده طبعا الابجريد بتاع موبايل A9 2020. وفي الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن مميزات وعيوب وسعر موبايل اوبو A92، ولكن قبل كل شيء عايزكم تصلوا على النبي وتعملوا لايك وشير للفيديو ان شاء الله، وتشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين علشان تشوفوا الفيديوهات اللي بعد كده بإذن الله. ويلا بينا نبدأ. واول حاجه طبعا هنتكلم عنها هي تصميم الموبايل. الموبايل بيجي من قدام بشاشه كامله من غير حواف، والحواف تكاد تكون منعدمه خالص في الشاشه بتاعه الجهاز، وده بفضل ان الكاميرا الاماميه هي ثقب في الشاشه، وشركه اوبو اطلقت عليها لقب نيو ديسبلاي. والشاشه هنا من نوع IPS LCD بمساحه 6.5 انش وبجوده فول اتش دي بلس، وبدقة 2400 في 1080 بي بمعدل كثافة بكسلات 405 بكسل لكل انش. وطبعا بالابعاد الجديدة 20:9، والشاشة هنا بتحتل 90.5% من الواجهة الامامية للموبايل. وكمان اوبو اضافت خاصية جميلة جدا في الموبايل دون، هي اسمها الاي كير، ودي علشان طبعا تحافظ على عينيك لو بتستخدم الموبايل لفترات طويلة. وكمان الموبايل بيدعم وضع الدارك مود، وده بيخليك تقدر تحول الموبايل كله بالكامل للون الاسود لو انت بتحب اللون ده. اما بالنسبة للتصميم الخلفي للموبايل، فالموبايل بيجي بتصميم شبيه جدا بالازاز، ولكن هو من البلاستيك، وده طبعا العادة في الفئة المتوسطة السعر من شركة اوبو. وطبعا بالترند الجديد بتاع الشكل الجديد بتاع الكاميرات اللي هيبقى ده طبعا المتفق عليه من بين كل الشركات في 2020، وهنا الاربع كاميرات ومعاهم الفلاش كمان، ولكن هنا اوبو اضافت ان الفلاش بقى شكل الكاميرا، يعني تحس ان هم خمس كاميرات في ظهر الموبايل. وكمان في انعكاسه كده في الاضواء في ظهر الموبايل بتديك شكل كده كأن اشعه شمس، ودي طبعا انا شفتها في موبايل السي 3 اللي كان من شركه ريلمي، فاوبو هنا عملتها، بس هنا بقى طبعا مع الظهر الازاز بقى شكلها اجمل من اللي موجودة في موبايل ريلمي سي 3. رقم 2 اللي هتكلم عنه هي كاميرات الموبايل. الموبايل بيجي طبعا زي ما قلت باربع كاميرات في ظهر الموبايل ومعاهم الفلاش، وهم طبعا بارزين عن جسم الموبايل شوية. وطبعا هنا بالنسبة للبروز اللي موجود للكاميرات الخلفية بتاعت الموبايل، فبيختفي بمجرد ما بتحط الجراب اللي موجود مع الموبايل. وزي ما قلت هنا ان الموبايل بيجي باربع كاميرات. الكاميرا الاولانية بتيجي بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F1.7، ودي طبعا الكاميرا الاساسية للموبايل، وهتديك اداء قوي جدا في الاضاءة النهارية، واداء كويس جدا جدا برضو في الاضاءة الليلية، وهيبقى في صور معانا هتظهر علشان تبين التجربة بتاعة كاميرات الموبايل. الكاميرات هنا قوية جدا وهتبهرك يعني. اما بالنسبة للكاميرا التانية بتاعة الموبايل، فدي بتيجي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F2.2، ودي طبعا عدسة الترا وايد او زاوية واسعة، وبتديك صور بزاوية اوسع شوية. اما الكاميرا الثالثة فبتيجي بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة F2.4، ودي طبعا الكاميرا الخاصة بالعزل او البورتريه. اما الكاميرا الرابعة فبتيجي برضو بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة F2.4، ودي العدسة الخاصة بالمونو او التصوير الابيض واسود. وطبعا زي ما قلت معاهم فلاش احادي من نوع ليد فلاش، والفلاش هنا موجود على شكل كاميرا برضو، فبيديك منظر كويس جدا في للكاميرات الخلفية بتاعت الموبايل. وطبعا كاميرات الموبايل الخلفية بتدعم وضع الالترا نايت مود، وده طبعا بيخليك تقدر تصور صور جميلة جدا بالليل. اما الكاميرا الامامية فبتيجي بدقة 16 ميجا بكسل وفتحة عدسة F2.0، والكاميرا الامامية هنا هتديك صور جميلة جدا. وطبعا احنا عارفين ان اوبو بتهتم جدا بكاميرات السيلفي او الكاميرا الامامية علشان خاطر التصوير للناس اللي بتحب التصوير كده. اما عن اداء الموبايل، فالموبايل بيجي بمعالج من شركة كوالكوم سناب دراجون، وهو معالج كوالكوم سناب دراجون 665، والمعالج ده قوي الى حد ما واداؤه كويس جدا وهيبهرك، ولكن انا يعني شايف ان المعالج ممكن يكون قديم نسبيا، ولكن هو معالج من شركة كوالكوم هيديك اداء كويس جدا، ودي حاجة كويسة. المعالج ده طبعا موجود برضو في نفس الموبايل اللي هو A52 اللي هيبقى ليه فيديو برضو بعد ده ان شاء الله. وطبعا المعالج الرسومي هنا موجود من نوع ادرينو 610، والمعالج ده هيديك اداء قوي في الالعاب. كمان موبايل اوبو A92 بيجي بخاصية الهايبر بوست، وده بيخليك ان انت بيوجه طاقة الموبايل كلها في الالعاب، ان هي تخلي الالعاب على اعلى حاجه او اعلى طاقه يعني. اما عن وسائل الامان اللي موجوده هنا في موبايل اوبو A92، فالموبايل بيدعم بصمه الاصابع، ودي موجوده مدمجه في مفتاح الباور في الجنب، ودي ميزه كويسه جدا.
لان كان في ناس بتشتكي من البصمه اللي موجوده في الشاشه في موبايلات تانية ان هي بطيئه او ما بتعملش بسرعه، وكمان البصمه الخلفيه عادت شيء من الماضي. الناس النهارده بتفضل ان الموبايل يكون بالشكل الجميل ده من غير اي حاجه في الظهر غير الكاميرات، وكمان بيدعم خاصيه الفيس انلوك. اما من اجمل المميزات الموجوده في موبايل اوبو اي 92، فالموبايل بيجي ببطاريه بمساحه 5000 ملي امبير، والبطاريه دي طبعا كبيره جدا، وكمان الموبايل بيدعم الشحن السريع بقوه 18 واط ومن خلال طبعا منفذ التايب سي، ودي حاجه كويسه جدا برده، وبيدعم خاصيه الاوتو جي برده من خلال منفذ التايب سي. موبايل اوبو اي 92 بيجي باندرويد 10، وبيجي كمان بواجهه مستخدم اوبو كلر او اس 7.1، ودي احدث واجهه مستخدم موجوده في شركه اوبو. ولسه برضو موبايلات الفئة المتوسطة في شركة اوبو بتدعم منفذ 3.5 ميلي الخاص بسماعات الاذن، ودي طبعا للناس اللي بتحب برضو تستخدم سماعات الاذن. موبايل اوبو اي 92 بيجي ب 8 جيجا بايت رام مع ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، ومع امكانية زيادة كارت ميموري لغاية 512، وكمان بيدعم شريحتين من نوع نانو، ودي من المميزات الكويسة جدا. ودي كانت المميزات بتاعت موبايل اوبو اي 92. اما عن العيوب، فالموبايل طبعا بيدعم الشحن زي ما قلت بقدرة 18 واط، وكانوا يقدروا ان هما يحطوا اعلى من كده علشان خاطر الموبايل يشحن اسرع من كده، لان الموبايل بياخد وقت طويل في الشحن لان البطارية 5000 ملي امبير. العيب التاني ان الموبايل طبعا ما فيهوش لمبة اشعارات، ودي من الحاجات برضو اللي بتخلي اي حد يتضايق علشان ما بيقدرش يعرف لو كان فيه نوتيفيكيشن جاي له او حاجة. العيب التالت ان الموبايل ما فيهوش مايكروفون لعزل الضجيج والضوضاء، وده طبعا يعني من العيوب لو انت بتصور فيديو برا او كده فبيبقى في وش او الصوت مش مظبوط قوي. موبايل اوبو اي 92 السعر الرسمي بتاعه هيكون 4990 جنيه. ولغايه كده يا جماعه بنكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى ان انا اكون قدمت معلومات كافيه عن موبايل اوبو اي 92. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، وتعمل اشتراك في القناه لو اول مره تشوفني، ويا ريت تفعل زرار الجرس علشان تشوف الفيديوهات اللي بعد كده، وحساباتي تحت في الديسكريبشن يا ريت تتابعني عليها عشان تعرف كل جديد، واحنا موجودين على 7 منصات انا قلت لكم قبل كده، وقناه ميدو كمان موجوده في الديسكريبشن يا ريت تابعوه، بيعمل فيديوهات حلوه جدا برده خاصه بالتقنيه وفلوجات وحاجات هتعجبكم. واخيرا طبعا سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، لا اله الا انت، واشوفكم على خير باذن الله في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشترك في القناه وفعل زرار الجرس، وما تنساش تعمل لايك للفيديو.